العمرة لها أركان. عمرانن بر أركان ناره. أركان ثلاثة للعمرة. عمرانن إيش أركان بر؟ الركن الأول نية الدخول في النسك، لابد أن ينوي بهذه العمرة وجه الله سبحانه وتعالى. إن برنش نية قبول. شيء عبادة بران الله نور رزقه نور. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. الركن الثاني من أركان العمرة الطواف حول البيت سبعة أشواط. نعم، الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. هذه الأركان هي أركان الحج، يزيد عليها الحج الوقوف بعرفة الركن الرابع. بشوية حجنا أركان بلوبترا، لكن حج غايندي عرفة ترو أركان استله.